السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. موضوعنا اليوم راح نتكلم عن العناصر الشائعة لتغذية النبات. طبعا أمامكم الآن 12 عنصر، وهي من العناصر الشائعة في تغذية النبات ولا يقبل الإخلال بها إطلاقا. أي نقص في أي عنصر من العناصر اللي موجودة هنا راح يصاب النبات بنقص العناصر، رغم أنه النبات قادر على أن يمتص إلى ما يقارب 90 عنصر، إلا أنه هذه العناصر الأكثر تأثيراً واللي يعني معمول دراسات على ضرورة تواجدها في النبات بكل الأحوال. ممكن بعض النباتات الأخرى تأخذ بعض العناصر الأخرى الغير مذكورة في الجدول هذا، وهذا واقع، لكن الغالب والدارج اللي عندنا الخضار والفاكهة وكذا أنه الأغلب على هذه العناصر الاثنى عشر. متى ما استطعت أن توفر الاثنى عشر عنصر هذه بإذن الله أنه نباتك راح يكون بصحة جيدة. طيب، راح نبدأ في تقسيم العناصر. عندنا النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، هذه الثلاثة الأولى تسمى العناصر الكبرى، أيضا معها الهيدروجين ومعها الأكسجين ومعها الكربون، ولكن هذه في الطبيعة يعني ما تكون داخل الأسمدة، هذه عناصر كبرى ولكنها أيضا خارج يعني ما تصنع تصنيع وتوضع داخل الأسمدة. الأسمدة فقط اللي تجي عبوات دائما تجي فيها العناصر هذه. قلنا الثلاثة الأولى اللي هي الكبرى، أيضا الثلاثة الثانية اللي هي من 4 إلى 6، الكالسيوم والكبريت والمغنيسيوم، تسمى عناصر كبرى ثانوية أو عناصر وسطى. أيضا عندنا من 7 إلى 12 اللي هي 6 عناصر، وهذه العناصر المتعارف عليها عند الناس جميعا أنها عناصر صغرى. طيب ليش كبرى وليش صغرى وكذا؟ هذه من ناحية نسبة إضافة السماد أو العنصر إلى النبات، يعني مثلا سماد العشرينات المتوازن يكون 20% منه نيتروجين و20% فسفور و20% بوتاسيوم، لكن الكالسيوم لو كان موجود معه، رغم أنه ما يجي العناصر الثلاث هذه ما تجي مع الأسمدة، دائما تكون خارجية، تضاف إضافة خارجية، راح يكون نسبة إضافة الكالسيوم والكبريت والمغنيسيوم مثلا هذا راح يكون 1%، هذا 1%، هذا 1% تقريبا يعني، وليس بشكل دقيق. أيضا العناصر الصغرى اللي هنا راح تضاف بنسب أقل من 1%، بعض العناصر مثل المالبيدنيوم أو البورون تقريبا يمكن في 1000 نسبة إضافته، 15 أو 20 في 1000 أو كذا، فنسبة إضافته ضعيفة جدا، لكن لا يقبل غيابه، يجب أن يضاف. لذلك أغلب الأسمدة تبع الـMBK مع العناصر الصغرى هي تحتوي على 9 عناصر اللي هي الثلاثة الكبرى نيتروجين وفسفور وبوتاسيوم، وتحتوي على العناصر اللي باللون الأحمر 6 اللي هنا، مجموعهم 9. الكالسيوم والكبريت والمغنيسيوم هذه تجي مفردة على جنب، مثلا كبريتات المغنيسيوم أو سلوفات المغنيسيوم، هذا يجي مركب مستقل تستطيع أن تضيفه أنت أيضا بعد ما تضيف مثلا أي سماد MBK. أيضا الكالسيوم ممكن أنك تحصل على الكالسيوم من خلال الأسمدة السائلة، ممكن تحصل عليه من نترات الكالسيوم، يعني له عدة طرق، ولكن لا يحضر الكالسيوم مع الفسفور إطلاقا في أي سماد، لأنه يتعارض الكالسيوم والفسفور، وهذه نقطة يجب أن يعلمها الجميع. أيضا عندنا عدة خلطات بين فترة وأخرى، تظهر خلطة كذا وخلطة كذا، تكلمنا سابقا وقلنا أنه خلطة يارة، وهذه أمامكم موجودة. جميع الخلطات والتراكيب اللي موجودة هنا هي موجودة وعلى ملفات PDF ممكن تحصلون عليها في أي وقت ترغبوا فيه. عندنا خلطة يارة قلنا المحظور فيها نترات الكالسيوم ونترات البوتاسيوم.
واستعضنا عن ذلك بالخلطة أو بالمحلول البديل يوم غيرنا إلى سنجرال فليكس وإلى الماكس فروت كالسيوم. والحقيقة أنه هذا فعلا تقريبا نترات وهذا أيضا نترات، ولكن يعني عليه إضافات بسيطة، فلذلك يعني صرح ببيعه. طيب بعد كذا جينا إلى الأسمدة المستقلة، ولازلتم تسألون وفيه ربما أنا ما أوضحت أو أخطأت أو كذا، كله وارد. قلنا أنه عندنا في مرحلة الاستنبات إن ما نستخدم الأسمدة، يعني الشخص اللي يبغى يزرع بأسمدة مستقلة MBK بدون ما يأخذ أي خلطات معينة، ولكن يريد الاعتماد على السماد المستقل بذاته، فيأخذ مثلا في مرحلة النماء الخضري سماد عالي النيتروجين مع العناصر الصغرى. عندك هنا ثلاثة عناصر والعناصر الصغرى ستة، أصبح المجموع عندك تسعة عناصر. كم باقي على 12؟ باقي ثلاثة عناصر. ثلاثة عناصر المتبقية اللي هي سلفات المغنيسيوم أو كبريتات المغنيسيوم، هذه اثنين، صار عندنا كم 11، ويتبقى عندنا اللي هو الكالسيوم. تمام، قلنا سلفات المغنيسيوم يمكن أن نضيفها مجرد إضافة، يعني أي سماد وأي مرحلة نستخدم فيها أي سماد نضيف معها على طول سلفات المغنيسيوم. بالنسبة للكالسيوم ما راح نضيفه، ممكن أن نعتمد عليه كرش ورقي، ما فيه أي مشكلة إطلاقا. انتهي من هذا ونأتي الخلطة أو محلول أيضا، والحظر اللي فيه أيضا اللي هو نترات الكالسيوم ونترات البوتاسيوم. وأنا بدأت أعمل على هذا عندي في الزراعة المائية، أبغى أجرب وأشوف. طبعا النسب والتراكيب اللي موجودة هنا أخذتها من الأخ ماجد في أكاديمية الزراعة المائية، ورتبناها على ملف إكسل وطلعت لنا النتائج هذه، وأنا بادئ الآن أستخدمها أبغى أشوف نتائجها. أيضا أخونا حسام الهويمل في أكاديمية الزراعة المائية على برنامج التليجرام، يعني يبدو لي أنه ما شاء الله عليه رجل موفق ومجتهد، فوصل إلى تركيبة هذه بدون نترات إلا في محلول بي لابد أن يكون هناك نترات كالسيوم. طبعا نترات الكالسيوم زي ما قلنا هي تباع لأصحاب المزارع فقط، يعني الأشخاص الهواة عندهم مشكلة في الحصول عليها، لكن ربما يعني الشخص اللي يرغب في الاستفادة يراسلني وأرسل لكم جميع الأوراق، هذه هي للفائدة. أيضا لا تعتمدون على الأرقام اللي هنا كثير، لأنه صراحة بين فترة والثانية احنا أنا أحدثها وأجدد فيها، لكن ممكن تسمي لي الموضوع اللي أنت تبغاه وأرسله لك. أيضا عندنا المحاليل جاهزة تجي من أمريكا وكذا، اللي هي محلول الفلورا نوفا والمحلول الثاني هذا أيضا، كلها جيدة، لكن حقيقة أنا والله ما استخدمتها. الزملاء اللي يعملون في الزراعة المائية يثنون عليها بشكل جيد، أيضا محلول نبتة يقولون جيد وكذا، لكن حقيقة أنا ما أستطيع أحكم حتى أجرب بنفسي وأشوف وش اللي ممكن يحصل. إضافة أخيرة، بكل أسف إحنا دائما يعني نستخدم الأسمدة هذه ولا نحسن إدارة النبات أو البيت المحمي اللي عندنا أو كذا، أو حتى لو أنا زارع في محل مكشوف يعني فيه هجوم من الآفات من الفطريات، ونرجع في النهاية نقول والله المحلول هذا غير جيد أو هذا غير جيد أو كذا. يعني معليش أنا أعرف أنه الإنسان في البداية عنده أخطاء كثيرة، فلذلك يعني أوصيكم دائما الشخص اللي يعمل مع المحاليل والأمور هذه يجب أن يهتم بمسائل التعقيم، يجب أن يحاول أن يقفل البيت المحمي دائما، لابد أن شغلك يكون مرتب، ما تسمح بنباتات جديدة تدخل البيت المحمي وانت ماخذها من المشات الخارجية اللي برا هذه، اهتمامك بالبي اتش والأملاح والأمور هذه بإذن الله يعطيك نتائج طيبة. في النهاية أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم وأن يجعل هذا لوجهه الكريم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.